تفكير يستحق الحياة، برنامج يحفزنا كيف نكون مؤثرين من خلال حياة ملؤها التفكير والعطاء. إنه برنامج يسعى لرفع همم التفكر والتبصر في الحياة وللتدبر في كل ما حولنا. برنامج يقوم على حقائق وممارسات من أثروا مسيرة الحياة وحققوا التغيير الواضح في أنفسهم ومجتمعاتهم وصنعوا الحضارة. برنامج يوجه نحو همم عالية لكي نكون عاملين في كل ميادين الحياة، فيكون كل منا قدوة متميزين بروح ملؤها الإصرار والطموح. خليفة الأرض أنا بأمر خالق السماء، روح من الله سرت فيض من الحب سما. تفكير يستحق الحياة، برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور محمد محجي، إخراج خالد المرباطي. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحييكم أيها الأخوة والأخوات في برنامجكم تفكير يستحق الحياة، حيث سنتناول في هذه الحلقة تكملة لبناء التفكير الملهم، فمرحبا بكم. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، حياتي قرآن. يقول العلماء أيها الأحبة أن الإنسان غير الملهم هو يشقى ويشقي، فالإلهام يختلف من إنسان إلى آخر، والإلهام يعتمد على نوع العقل، وهل العقل هو عقل صريح أو عقل تبريري. وهنالك من الملهمين من له عقل مرتبط بالأهواء والمصالح، ولكن عموما حينما يتلاقى العقل مع الروح فإن الإلهام في معظم الأحيان يكون لمصلحة العالم. فالإلهام أيها الأحبة وتفكير الملهمين هو عملية ذهنية وروحية يتم فيها توليد المشاعر والأفكار، وربما أيضا تصحيح الأفكار من خبرة معرفية سابقة وموجودة لدينا، مما يؤدي إلى تكوين معرفة جديدة ننفع بها أنفسنا والحياة. التفكير الملهم هو تفكير يمر بعملية ذهنية تهدف إلى تجميع الحقائق ورؤية المواد والخبرات والمعلومات في أبنية وتراكيب جديدة لإضاءة حل أو للخروج بتوجهات جديدة تحتاجها البشرية أو لم تكن تعرفها. ويقول الروائي العالمي فيكتور هوغو إن في قلبي زهرة ولا يمكن لأحد أن يقطفها. وهكذا هو تفكير الملهمين أيها الأحبة. ومن أنواع التفكير الملهم الذي لا بد أن نعرفه هو تفكير الملهمين السمعيين. هؤلاء النوع من الملهمين يحبون الكلام ويحبون الاستماع، يحبون حتى أن يتكلموا مع أنفسهم، ويقرؤون بصوت عالي، ويغمضون عيونهم أو يغطونها بيديهم لكي يركزوا من خلال السمع. لا يستطيع هؤلاء الملهمين فهم الصور والمخططات ويحتاجون الشرح اللفظي، فهم من الملهمين الذين لا تلهم الصور أو الكلمات المخطوطة، ولا يستطيعون استعمال الخريطة وتؤثر عليهم الإرشادات المسموعة، فهم يحتاجون إلى مكان هادئ أو الدراسة مع زميل. هؤلاء النوع من ذوي التفكير الملهم يتميزون بالمحاولة المستمرة للبحث عن طرق غير مألوفة لحل مشكلة جديدة أو قديمة تتطلب طلاقة الفكر ومرونته. إن الأماني
وسط فكري لم تزل خلف أحلامي يغطيها الكسل. إن الأماني وسط فكري لم تزل خلف أحلامي يغطيها الكسل. لكنني قررت أن أمضي بها وقل اعملوا تجنى الأماني بالعمل بالعمل. وهنالك نوع من الملهمين هم الملهمين البصريين، فهم يستوعبون الإرشادات الشفهية ويحبون الإرشادات اللفظية ولا يستطيعون التعامل وفهم الكلمات إلا من خلال الكتابة أو الرسم. يحبون أن ينظروا إلى ما يقوم به الآخرون ويقومون برفع صوت التلفزيون والراديو، ولا يحبون استخدام الهاتف كثيرا، ويتهون مع الإرشادات السمعية والشفهية. ولذلك تجد بعضهم من هؤلاء الملهمين البصريين تجدهم في الدروس يسبحون في عالم من الخيال، وخاصة إذا الدرس سمعي، ويحتاجون عادة إلى وسائل بصرية، فيحتاجون مثلا أن يروا حركات الفم أثناء الكلام، وعندهم إشكالية الشرود أثناء الإرشادات الشفهية بشكل كبير. مونتي روبرتس هو من الملهمين المميزين. عندما كان طالبا في المدرسة الثانوية قدم لمدرسه قصة لواجب التعبير يعبر فيها عما يرغب في أن يحققه حينما يكبر، وهو أن يمتلك مزرعة على مساحة هائلة من الأرض يربي فيها العديد من خيول السباقات. أعطاه المدرس درجة ضعيف جدا، وبرر ذلك بأن الدرجة تعكس اعتقاده بأن الهدف كان بعيدا وغير واقعيا، وخاصة أن مونتي روبرتس كان شابا فقيرا يعيش في البر على ظهر شاحنة، فكيف يمكنه بأي حال من الأحوال أن يجمع مالا يكفي لشراء مزرعة على مساحة هائلة من الأرض؟ لا، وبل شراء الخيول التي تقدر كل منها بآلاف الدولارات، وعليه كذلك أن يوفر أدواتها ومتطلبات تربيتها ومأكلها، وأيضا عليه دفع أجور العاملين في المزرعة. وكان قد عرض المدرس على مونتي فرصة إعادة كتابة ورقته من أجل الحصول على درجتنا أعلى، فقال له مونتي، وهو كلام سمعناه يتكرر من كثير من الملهمين الذين كانوا فاشلين في الدراسة أو كانوا لديهم صعوبة في التعلم، قال له مونتي بهذه الكلمة بكل قوة: احتفظ أنت بالدرجة وسأحتفظ أنا يا سيدي بحلمي. اليوم أيها الأحبة، مونتي روبرتس يمتلك مزرعته المقامة على مساحات شاسعة جدا من الأراضي في كاليفورنيا، ويربي فيها الخيول السباق ويدرب المئات من مربي الخيل. لقد حافظ مونتي على ما شعر وتنبأ به في لحظات إلهام، ولهذا تحقق هذا الحلم على أرض الواقع. حياتي وعيشي لنيلي رضاك، وكلي رجاء بأني أراك، وكل حروفي تقول معاني: أيا رب فاغفر لعبد دعاك. ولذا نقول فإن من النصائح التي نوجهها لبناء التفكير الملهم أنه أولا يجب أن نكون واضحين فيما نريد أن نحققه في الحياة، ثانيا يجب أن نخلص لأنفسنا ثم لأهلنا ثم لمجتمعنا، ولكن في نفس الوقت لا نعبدهم، فدورنا هو عبادة الله على الأرض ثم تحقيق الأهداف التي نصبو إليها
في أنفسنا. علينا أن نتصور مستقبلنا المشرق كل يوم، وأن نقرأ ونشاهد ونستمع لقصص من غيروا حالهم في العالم. كذلك من النصائح التي نوجهها للملهمين أو الساعين للإلهام أن يمارسوا يوم في الأسبوع هو يوم فيه صمت ومراجعة ووقفة مع الذات أو كتابة لما تحقق في حياتهم أو ما يريدوا أن يحققونه. وفي نهاية كل سنة تكون هنالك، أو في كل يوم ميلاد يكون هنالك يوم للمراجعة مع الذات ووقفة مع الذات لما حققوه وما يريدون أن يحققونه. على هؤلاء الملهمين أن يسيطروا على الأفكار التي لا تجعلهم ينجحون أو توقعهم في قيود محددة. عليهم صناعة روح الانتقائية في الفكرة، وعليهم عمل جدول لما هو مناسب من الوقت، وما هي النسب التي يحتاجها الملهم لكي يحقق روح مؤثرة وتصنع فارقا في الحياة. علينا أيها الأحبة أن نزيد من قدراتنا على التخيل أو صناعة الجديد عن طريق التوليف بين الأفكار وتعديلها وتغييرها من خلال التطبيق والتجربة حتى نجد ما يلهمنا ويغير حياتنا. مع تمنياتي لكم بتفكير يستحق الحياة، وأن نلقاكم مجددا في الحلقة القادمة بإذن الله. تعتز نفسي أنها بها الإله وأقسما، وأنه أرادها مثل السحاب إنهما. تعتز نفسي أنها بها الإله وأقسما، وأنه أرادها مثل السحاب إنهما. كما خلقت ملهما سأستمر ملهما، وحي السماء لي هدى، صدق الضمير لي حما. تفكير يستحق الحياة، برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور محمد بحجي، ومن إخراج خالد المرباطي.